السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة رمضانية من ليالي الكالت شو اللي بتجيكم مني أنا كابتن صالحة. بتقدر تتابعوني على يوتيوب وعلى فيسبوك وأيضا على تيك توك. الدوري الإيطالي مليء بالأحداث الغريبة والعجيبة، ولكن أن نرى دراجة نارية عم تحترق على مدرج جماهير الإنتر وعم ترمى من على المدرج، فهذا شيء غريب جدا. شو قصة الدراجة النارية الأشهر بملاعب كرة القدم الإيطالية؟ حنعرف في هذه الحلقة، فتابعونا. موسم 2000-2001 يعد الأسوأ لنادي الانتر ميلان، فهو هزم من الغريم التقليدي 6-0 بالدوري الإيطالي، خرج من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا وأنهى الدوري بالمركز الخامس. بستة أيار عام 2001 حددت مباراة الانتر ضد نادي أتلانتا على ملعب الجوزيبي ميازا في مدينة ميلانو، فقررت جماهير أتلانتا اللي هي بمدينة بيرغامو الذهاب إلى مدينة ميلانو برحلة عبر الدراجات النارية. فعند وصول جماهير أتلانتا إلى ملعب المباراة تصدت جماهير الإنتر لهم وقام بالتشاجر معهم وأخذ الدراجة النارية التابعة لرئيس رابطة مشجعي نادي أتلانتا، فأخذوا هذه الدراجة إلى المدرج، قاموا بحرقها وتكسيرها أمام أعين الجميع وأمام جماهير أتلانتا طبعا، وقاموا برميها عن المدرج. فجماهير الإنتر فعلا كانت غاضبة بذلك الموسم وصبت جم غضبها على جماهير أتلانتا، فالفعل الذي قام بها الألتراس على المدرجات هو كان ردة فعل على جماهير أتلانتا، وقام بحرق هذه الدراجة لحتى يفوزوا بهذه المعركة بين الجماهير. يذكر أن المباراة انتهت 3-0 لمصلحة الإنتر، ومثل ما قلنا كان هذا الموسم موسم 2000-2001 من الأسوأ لنادي الإنتر في الدوري الإيطالي. كنت معكم أنا حسن صالحة، تابعوني دائما على فيسبوك يوتيوب وتيك توك لحتى تعرفوا أكثر عن الدوري الإيطالي وأيضا عن مواضيع هامة بكرة القدم. تابعوني دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.